السلام عليكم. ايه على فين؟ هوصلك. لا حلو كده، اتكلوا انتوا وعد عليا الصبح. خالي قال لي ان انا بات معاك. لا سيب الحاج عليا، اتكل يلا. طب اوصلك. هتوصلني فين يا حسن؟ لاوضه النوم؟ ما الباب اهو. يلا. صباح الخير يا نهد. وانت من اهل الخير. الو الو شو قلت لك هجيب اجلك؟ ما صدقتنيش. انت عارفه ان انا ما لحقتش اشوف ماما، وكبرت لقيتك قدامي، وانتي اللي حضنتيني وربيتيني وكبرتيني. انتي بنتي يا ملك، وانا عمري ما فرقت بينك وبين ولادي في المعامله، ويعلم ربنا عمري ما كرهتك. انا عمري ما حسيت انك كرهتيني، بالعكس لما بصيت حواليا ما لقيتش غيرك احكي له واشتكي له اللي فيا. انا ماليش غيرك. انا ربنا يكرمك، وبابا كمان ما يقدرش يستغنى عنك. صحيح يا ملك، والله العظيم انك انتي البني ادمه الوحيده اللي ممكن تاثري عليه. عايز فلوس يا اكون نهايتك الليله، عايز حق في التمثالين اللي اتحبست عشانهم، عايز ربع مليون دولار، عايز اللي في الخزنه كله. ومين قال لك بقى ان الخزنه فيها فلوس؟ انت ناسي يا حبيبي ان احنا حافظين بعض كويس ولا ايه؟ على فين؟ هجيب لك الفلوس. لا يا حبيبي اديني المفتاح وانا اعرف اجيب الفلوس. الارقام زي ما هي ما غيرتهاش. دور على الفلوس ومش همك مراتك. والله يا ملك يا بنتي انا بتمنى لك كل خير، ونفسي ومن عيني بابا يرجع في رايه ويوافق. انا مش عايزه ازعله، بس عايزاه يثق في رايي وفي اختياري. معلش يا حبيبتي، بكره يروق ويهدى ويراجع نفسه. شكله مصمم على اللي في دماغه. بابا بيحبك يا ملك، مش هيهون عليه يزعلك، وانا بقى هكلمه وان شاء الله كل خير. ربنا يخليكي ليا يا رب. ايوه يا عم، اهو زي ما سمعت كده قتلته. يعني هاجم على البيت بسلاح هعمل ايه يعني؟ يبقى ملوش ليه، هو اللي جاب الروح. السلاح مش مترخص؟ ما قلت لك خلي الرجاله معاك. اسر خليك مطرحك، ما تتصلش بالحكومه قبل ما نوصل لك. ده مش قلت له خل ما يبلغش الحكومه؟ يمكن حد سمع صوت الرصاص يا فالح. اسكت. مساء الخير يا حاج الظابط. نعم، انت مين وعاوز ايه؟ حلمك شويه يا حاج الظابط، ده الحاج سعيد الشاطر. اسكت. اللي معاه سعادتك ده يبقى ابن اخويا، ابني. المسدس اللي لقيتوه معاه مش بتاعه. مال بتاع مين؟ السلاح بتاعنا يا باشا. كان قاعد معاه في الشقه بيشوف طلباته. هات الواد ده كمان. بعد اذنك يا باشا، ممكن اجيبه معايا في عربيتي بدل البوكس يعني؟ على فكره احنا من طرف حسنين باشا، ده الكارت بتاعه، اصله حبيبي قوي. ها